والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. يعز علينا أيها الأحباء أن نودع هذا المطران الجليل وأقدم مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا ميخائيل، نودعه على رجاء القيامة، وكأننا نستمع إلى الصوت الذي يناديه من السماء: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. عاش نيافة الأنبا ميخائيل عمرا طويلا أنعم عليها الله بهذه السنوات الكثيرة المباركة، ملأها من كل خدمة ومن كل تعب. عاش في حياته إنسانا ناسكا بالحقيقة وزاهدا في حياته، باعتباره راهبا ترك الحياة والتحق بالدير، وعاش هذه الحياة الناسكة في كل سنوات المطرانية التي خدم فيها. من فضائله التي تعلمناها منه أنه كان محبا جدا للنظام والتدقيق في حياته، في مواعيده، في كل شيء. وهذه الأمور صارت من عادات شعب أسيوط هنا في كل كنيسة، محبة النظام ومحبة التدقيق في كل شيء. ثم أنه أيضا صار صوتا للحق، فكان يتكلم بالحق وفي جرأة وفي محبة، سواء على المستوى الكنسي أو على المستوى المجتمع. وفي محبته هذه ظهرت فضائل كثيرة، وأنعمت عليه السماء بنعم كثيرة جدا يعرفها أهل أسيوط ويعرفها أيضا كل الكنيسة القبطية. نيافة الأنبا ميخائيل منذ ميلاده حتى نياحته عاصر 7 من الأباء البطاركة، وامتد العمر به إلى حوالي 93 سنة. وهذه نعمة من نعم الله للإنسان. ثم عندما صار مطرانا بعد التحاقه بالدير، صار مطرانا في سن صغير جدا وعمره حوالي 26 سنة، وصار مطرانا بيد المتنيح البابا يوساب الثاني في عام 1946. ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل عملا متسعا في إبرشيته في أسيوط وكل توابعها، ويعمل أيضا عملا كثيرا في الكنيسة بصورة عامة، فقد شارك مع الأباء البطاركة المتنيح البابا يوساب والمتنيح البابا كيريلوس والمتنيح البابا شنودة، شارك معهم في مسؤوليات كثيرة، كمثل مسؤولية إحضار رفاة القديس ماري مرقس من إيطاليا، من فينيسيا إلى مصر في زمن وحبرية البابا كيريلوس السادس. وفي إبرشياته بجوار الفضائل التي ذكرتها صار محبا جدا للتعمير، والتعمير كان أحد السمات الأساسية في شخصيته المباركة. عمر النفوس وعمر الأماكن وعمر الأرض، كرس كثيرين من المكرسين والمكرسات، عاشوا وتتلمذوا على يديه ونهلوا من نبعه الفياض وتعلموا منه كثيرا، فكرسوا حياتهم بالعشرات وصاروا مكرسين في كل الحياة من أجل الله. وعمر الأماكن، والشاهد الكبير هو ما عمره في منطقة دير درونكا للعذراء، والتي صارت بالحقيقة منارة كبيرة تعتز بها كل الكنيسة القبطية. الموت يا إخوتي يراه أهل البشر أنه النهاية،
يراه أهل الأرض أنه نهاية، أما السماء فتراه أنه بداية. الإنسان عندما يترك الأرض فكما ولد يجب أن يأتي يوم لنا جميعا ونترك هذه الأرض، وتكون حياتنا الأرضية بمثابة امتحان أو بمثابة فرصة. حتى وإن امتدت إلى 100 عام هي فرصة الله يعطيها للإنسان، كيف يستخدمها، كيف تستخدم أيام حياتك، كيف تعيشها، ماذا تصنع فيها، كيف تملأها وبماذا تملأها. ويعيش الإنسان في حياته ثم يأتي هذا اليوم الذي يولد فيه من جديد في السماء، ويذهب إلى الشاطئ الآخر من الحياة، إلى الحياة الجديدة، ويولد في السماء ويتمتع بحياة السماء. نحن عندما ينتقل الإنسان في الكنيسة نقول عنه أنه تنيح، وتنيح ليست كلمة عربية، هي كلمة سريانية تعني راحة من نوع خاص، ليست مثل راحة الأرض، واحد يمشي مشوار ويستريح شوية، مش هي دي. لكن الراحة السمائية أو النياحة السمائية فيها تعزيات كثيرة، فيها تعزيات كثيرة. عندما يذهب الإنسان إلى السماء يوجد في الحضرة الإلهية، وما أمتع الوجود في حضرة الله وفي حضرة القديسين والملائكة والذين عاشوا حياة البر على الأرض، ويعيش في هذا المجتمع النقي، المجتمع البار. ينتقل الإنسان من أتعاب الأرض لكي ما يفرح بهذه الحضرة الإلهية. ثم أن الإنسان عندما يترك الأرض بكل هموم، بكل همومها وأشواكها وأتعابها، ينتقل إلى السماء حيث السلام الكامل، فلا يوجد هماً في السماء، ولا قلقاً، ولا تعباً، ولا يوجد أي مرض في السماء. ينتقل الإنسان لكي ما يعيش في حياة كلها وملؤها السلام. وهذا الأمر يا إخوتي أمر في غاية الأهمية، فمهما اجتهد الإنسان على الأرض لا يستطيع أن يحقق السلام الكامل في حياته، يعاني من بعض الأتعاب، الأتعاب النفسية والأتعاب الجسدية، يعاني من مشكلات الأرض، من ضيقات الأرض، من أزمات الأرض، كل واحد بحسب نصيبه في هذه المشكلة الكبيرة التي يسمونها مشكلة الألم في حياة البشر. أما في السماء فلا يوجد ألم، ولا توجد حتى دمعة العين، مجرد العين تدمع كده مش موجودة في السماء، هناك مجتمع السلام الكامل. أما الأمر الثالث الذي يحققه الموت للإنسان فهو ينال فرحاً كاملاً في حياته. الإنسان على الأرض يخترع الملذات المتنوعة ويخترع الأفراح المتنوعة، وإن تزايد في حياته وكان قاعد كده مبسوط وعمال يضحك، بعد ما يضحك على الآخر يقول اللهم اجعله خير بعد ما يضحك، لأن مهما امتد الفرح على الأرض فهو قصير تماماً بالقياس بالسماء. لذلك أنا أتعجب على الذين يتهافتون ويتشاجرون من أجل التراب على الأرض ويخسرون بعضهم بعضاً. في السماء ينال الإنسان الفرح الكامل، يتمتع بحياة السكينة والابتهاج والسرور، يشعر بالسعادة الحقيقية
التي صرف فيها كل عمره ولم يحقق. كل إنسان عمال يدور على السعادة ويدور عليها علشان يحاول يجيب. وسعادة الأرض دائماً في الأخذ. كل واحد ما يمتلك كل ما يبقى أكثر سعادة. ده مفهوم الأرض. ولكن السعادة الحقيقية هي في مفهوم العطاء. الإنسان الذي يعطي. لا أقصد العطايا المادية، ولكن يعطي حتى نفسه. هكذا صنع نيافة الأنبا ميخائيل. هو عاش مفهوم السعادة وإن لم يملك شيئا. عاش مفهوم السعادة وإن لم يقتني شيئا. عاش في الزهد وفي النسك، وأعطاها الله كل هذه السنوات في الخدمة. خدمته كمطران قربت 70 سنة. خدم بهذا المفهوم ألا يأخذ شيئا وإنما يعطي. ولذلك بالحقيقة كان سعيدا في خدمته، وكان فرحا، وكان يصنع الخدمة ويقدمها بملء الفرح، وتأتي إليه وعليه بسعادة غامرة ربما لا يشعرها كل أحد، لكن في قلبه كانت هذه السعادة. في السماء يا إخوتي الأحباء نتمتع بالحضرة الإلهية. في السماء نتمتع بحياة السلام الكامل. في السماء نتمتع بحياة الفرح الشامل في كل لحظة يقضيها الإنسان في السماء إلى الأبد. نيافة أنبا ميخائيل زرته بعد أن اختار الله ضعفنا لهذه المسؤولية. زرته في هذا المكان في زيارة خاصة، وكان أول الأباء المطارنة والأساقفة الذين زورهم في إبرشيتهم. تقابلت معه مقابلة طيبة جدا أكثر من ساعة، كلمت وياه. وعايز أقول لكم دي كانت أول مرة أشوف أنبا ميخائيل، وإن كان قبل كده اتكلمنا بالتليفون أكثر من مرة. في هذه المقابلة كانت مقابلة طيبة جدا، وكما تعلمون حديثه ممتع وكلماته واضحة وفيها نوع من البلاغة الطيبة. تكلم معي، وطبعا أنا أصغر منه في السن بكتير، أنا يعني زي ولاده، لكن محبته وتقليد الكنيسة الذي يحترمه ويحمله تعامل معي بحسب مسؤوليتي التي أحملها. في محبة شديدة وأهداني الصليب الذي كان في يده، وقضيت وقتا طيبا، وقال لي بعض النصايح الجميلة وبعض الخبرات الروحية اللطيفة. ولكن عقب تجليسي، وطبعا ظروفه الصحية منعته من الحضور في حفل التجليس، كلمني تليفونيا لمدة 1.5 ساعة. وبعدين كلام سيدنا أنبا ميخائيل كان كلام حلو قوي، لدرجة أن أنا أحرجت أن أنا أسمعه في التليفون وأنا قاعد. فابتديت أسمع مكالمة التليفون وهو على ودني وأنا واقف، لجمال العبارات والصلوات. لجمال العبارات والصلوات التي صلاها من أجلي. وبالحقيقة كنت أشعر وقتها أنني أنال بركات كثيرة جدا، وأنال نعمة خاصة. في مرة سابقة وفي أيضا شهر فبراير، ولكن عام 97، وقبل رسمتي كأسقف بحوالي 2-3 شهور، كنت هنا في أسيوط في زيارة بزور عند نيافة أنبا أندراوس في بوتيك،
وجيت أسيوط هنا ولم تتح فرصة أن أراه، أرى نيافة أنبا ميخائيل، فأيضا حدثته تليفونيا. وبرضو برغم أنه ما يعرفنيش خالص، كنت ساعتها راهب كاهن، قعد يكلمني الأول، يسألني على حاجات كتيرة، يتعرف عليا، وبعد كده ابتدى يصلي لي صلوات كتيرة خالص طيبة، وأثرها ونعمها كثيرة في حياتي. الخلاصة يا إخوتي أننا عندما نودع مطرانا جليلا عاش حياته بالبر وبالتقوى وبالزهد وبالنسك، خدم بأمانة، رب أجيال وأجيال وأجيال، أنا أحسب أن أهل أسيوط كلهم بالتربية إيديه، مش كده برضو؟ صح؟ حتى الشيوخ فيكم هم برضو من تربية إيديه. وفوق عمله في إبرشية أسيوط المباركة، عمل كرئيس لدير القديس مكاريوس الكبير أبو مقار، وقاد هذا الدير أيضا بمحبة وباقتدار، وتلمذ عددا كبيرا من الأباء الرهبان فيه. خدمته عريضة وواسعة، ولذلك يا إخوتي الأحباء ونحن نجتمع لنودعه، لا نودعه لا بحزن ولا بألم، بل نودعه بفرح وبسرور أن هذا النموذج الطيب أكمل حياته على الأرض وأكملها في سلام، وتحمل آلام شديدة وكثيرة، سواء آلام الجسد أو آلام الحياة الأرضية بصفة عامة، ولكنه صمد وكان قويا وشجاعا وروحانيا من الطراز الأول. توجد له عظات كثيرة تظهر ما في قلبه من محبة ومن نقاوة. عندما نقف الآن ومعنا كل الأباء المطارنة والأساقفة وكهنة ورهبان وشمامسة وخدام وخادمات ومكرسين ومكرسات ومسؤولين، عندما نجتمع جميعا في محبة شديدة لهذا النموذج الأصيل، نودعه بفرح أنه انضم إلى أبائه بعد أن أكمل خدمته. وأعتقد أنه استمع إلى الصوت الذي قاله بولس الرسول عن الحياة الجديدة التي يحياها الإنسان، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله للذين يحبونك. أعتقد أن أنبا ميخائيل عاش هذه الكلمات وانتظرها، وربما رآها في قلبه في رؤى كثيرة، ثم جاء الوقت وانطلقت روحه من الأرض لكي ما يصير لنا شفيعا ومصليا في السماء. لا يصلي فقط من أجل أهل أسيوط وإبرشيته التي أحبها، ولكن يصلي من أجل الكنيسة ومن أجل الوطن ومن أجل عمل الخدمة المتسع في كل وقت. نحن يا إخوتي في هذا اليوم ليس يوم حزن، هو يوم فرح، اليوم تذكار للقديس الشهيد المصري ماري مينا. وعندما نودعه في تذكارات قديسين، إنما هذا دلالة على أن هؤلاء الذين في السماء يستعدون لكي ما يستقبلونه. نودعه على رجاء القيامة، ونطلب صلواته، ونطلب من الله أن يكتب تعزياته الكثيرة في قلوبنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.